راجلي ما كيفهمش العربيه، يديها يديها اللي كيقول لي علاش كدوي على العين وكدوي على داك الشيء وكدوي دا. نهار قبل من العرسي ها هو طار تفرجها كامل. اللي بغى يامن ان العين حق راه هو هذاك، ما بغاش راه لي انا راه كنهضر على الحاجه اليوم غدا ما كتصدقش. ما اصلا شو با دو جونغ اترو باردي سور لي ريزو، كان حيت دي فوا موين حيت ما كنحمش هادشي يوقع. هذا ما يفهمكش شنو كتقول ولا تبارك الله لي باج كيكتبوا شي عناوين بون سا سي كومبرون تاع مرسوم دو كونتينو اي تو دونك franchement والله جو سي با غراف عادي هادشي كيوقع. المهم لا شانسون حطيتها على يوتيوب، نتمنى انها تكون عجبتكم. كتبتها بالفرونسي باسكو كيف ما قلت لكم اصلا ما كانتش غتبوستها، مي بوستيتها باسكو جو مسوي بوكو با الاغنيه بالفرونسي حيت راجلي ما كيفهمش العربيه، راجلي ما كيفهمش العربيه، فكتبها بما انها الاغنيه لي كتبتها لي بالفرونسي اللغه اللي غادي يفهمها. مال يديك اللي كيسول مال يديها يديها اللي كيقول لي علاش كدوي على العين وكدوي على داك الشيء وكدوي دا. انا واحد الانسان كنامن بالعين، تقولوا لي علاش ديك كايلي جينر كريستيانو رونالدو ما كيوقع لهم والو، حتى واحد ما كان معاهم في حياتهم باش يعرفوا واش ما وقع لهم والو ولا واش فرحانين في حياتهم. وما عرفتش الصراحه ما عرفتش، عاوتاني حنا مسلمين وهما ماشي مسلمين، بزاف ديال الحوايج حنا كنامنوا بالعين، كنامنوا بزاف ديال الحوايج. واخا تقولوا لي علاش كتعري علاش كديري على هذا، داكشي بيني وبين مولايا حتى واحد ما يدخل فيه، زعما بيني وبين بين الله، وانا براسي نادمه على بزاف د الحوايج والله يهدينا كاملين. غير هو الفرق بيني وبينكم هو ان انا جو سوي ان بيرسوناج بوبليك ومتعرضه للانتقادات والكريتيك ومن حقكم، حيت انا اللي اختاريت انني نكون ان بيرسوناج بوبليك وبنادم اخر ما كنعرفوش شنو كيدير. فانا نهار قبل من العرسي ها هو طار تفرجها كامل مشى كلشي ومشيت للكلينيك كاع جيت اوبليجي انني نحيدو، باقي كيضرني شرات مغربي لا ماشي مغربي. دابا سيابتك كاين انا واخويا كل واحد والاعتقادات ديالو كل واحد باش كيامن. انا ما كنهضرش بزاف لي ريزو، انا والله ما كنهضر حيت راه الا جيت نهضر كاين بزاف ناس ما يتفقوش معايا، غنولي فمن الاحسن نسكت، من الاحسن الواحد يسكت. انا جو سوي لا بوغ فير دو لا ميوزيك، من حقكم انكم تنتقدوا الموسيقى ديالي كيفاش كنكتب كيفاش كنهضر وجهي كيفاش كنغني كيفاش كنلبس كيفاش، حيت انا اللي اختاريت هكا. حاجه اخرى راه الا بغيت نخبيها راه من حقي انا نخبيها، ما كتبتش ما كتبتش حيت من الاول راه هو مسكين ما عارفش يعني دار واحد لي جيست واحد لي سيربريز اي تو اللي صراحه عجبوني. ما كرهت تكون كان داكشي بقى غير بيني وبينو، ولكن صافا في بليزير عاوتاني حيت ما شغلت يمكنش صافا هي كتبرا باقي راه طاير كلشي طاير شباش كيبان لكم هادي فريمون صافي طرو مال. اللي بغى يامن ان العين حق راه هو هذاك، ما بغاش راه هو هذاك، وما عندي حتى شي حاجه كونتر لي جون اللي كيهدوا على حياتهم الشخصيه. الله يعاونهم زعما كاين اللي ما كيوقع ليه والو، انا خوتي كيوقع لي، انا راه كنهضر على الحاجه اليوم غدا ما كتصدقش كدبش عليكم. وعاوتاني بوتيت سي دون ما تيت بوتيت لو بسيشيك بزاف ديال الحوايج يعني ما عرفتش. الله يعطيكم السر، كاين اللي خدا الميساج ديالي ما فهموش سلام لاباس انا شويه خليه باب محلول شكرا. كاين اللي ما فهموش معليش، وكاين اللي فهموا راه طون ميو. ما كرهناش انا تكون الصوره ولكن ما كتبتش، راه ماشي على تصاوروا على شي حاجه، راه من الاول ما كتبتش راه صافي ما كتبتش. مي داكشي اللي جاي الحمد لله راه بيدي، الا بغيت انا الا بغيت انا نهضر غنهضر، ما بغيتش راه ما غنهضرش. حيت عاوتاني حتى واحد الحاجه اخرى راه ما كتعرفش اش كيوقع في الحياه، ما كتعرفش واش غادي تطول مع داك الانسان، واش غادي تفاهم معاه واش ما غتفاهمش معاه. راه كاين اللي كيعرف بعضياته غير شهر شهرين وكيتزوجوا وكيبقاو الحياه كامله، وكاين اللي كيعرفها 8 سنين 7 سنين نهار كيتزوجوا كيضربوا شهر وكيطلقوا. كاين اللي كل واحد، وكاين عاوتاني العكس، راه سا ديبون، راه كل واحد والقصه ديالو كل واحد وشنو. وغير الناس الاخرين ما كنعرفوش شنو التجارب ديالهم حيت ما معروفينش،
مي انا مثلا كنغني وما في لي اكسبوزي وكلشي كلشي كيقدر ينتقد وكلشي كيقدر يهضر فاي حاجه كتعرف اي حاجه كتقدر تعرف وهادشي اللي انا خايفه منه يعني ما كتعرفش انت اصلا حياتك ماشي في يديك يعني انت اصلا كلشي بيد الله ما يمكن ما تعرفش واش داك الانسان غتقدر تفاهم معاه ولا ما غتفاهمش معاه ولا شنو غيقدر يوقع ولا شنو يعني غير هذا هو هكا كيفاش كنفكر وتا الهضره راه هاد الهضره راه كنقولها ليه هو براسو يعني الواحد خصو يدير كل شيء قدامه ويدير الافات قدامه تقدر توقع شي حاجه نقدر انا ما عرفتش توقع ليا شي حاجه يقدر هو توقع لي شي حاجه جو بو با سافوار با سافوار يقدر انا نعطيكم اكزامبل قدر غدا ولا بعدو مثلا ما نقدرش انا جو نو بو با افوار دي زونفون مثلا ما غنقدرش نحرم هاد السيد انايا من لي زونفون غادي نفهمتي غادي يقدر يمشي باش يشوف حياته بغيف انا غير عطيتكم اشنو كيدور ليا في دماغي يعني بزاف ديال الحوايج ما كتعرفش اشنو كيقدر يوقع في الحياه بزاف ديال لي تروك ما كتقدرش تعرف ربي شنو مخبي لك دونك فما كيف ما قلتو راه ماشي شي انجاز راه شنو راه تجوزت راسي ما تجوزت للناس راه ماشي شي حاجه المهم الناس داروا من هادشي في افلام وعادي ماشي مشكل مره خلاص ما بروندوا انني نجي نعبر على داكشي اللي كنفكر بيه فيه انا كنعرف ندير الموسيقى لي زامي كنعرف نغني كنعرف نكتب الاغاني كنعرف نمشي ندير لي شو نتلاقى بكم نغني وانصام ونشطو ونفرحو وندير كليباتي والصلاه على النبي صافي هادشي اللي كاين وكاين لي كاين فيه الحقد والسم الله يستر هكاك ودراري دراري كيعايروا منين بقاو الدراري تا هو واش خليتو البنات بون جيسبر كو لو ميساج دوزتو تهلاو فراسكم المهم تحاول نشرح شويه شنو واقع وشي اللي كاين علي تشاو مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار